السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالجميع مجددا قناتي وأم زينة. وصل اليوم تحدي كل المصريين، تحدي جمهورية مصر العربية كلها. طبعا هعمل حواوشي مصري. هتعرفي تعملي زي المصريين؟ أنا هعمله وأنت مصري. أيوه وأنت تقول رأيك. ماشي طبيعي. لو اوكي ما عنديش مشكله. والله لو طلع مظبوط اقول لك مظبوط. تمام. لو ما طلعش مظبوط قولي مش مظبوط. انا مش مشكله، انا مصريه. لو طلع مظبوط هعزمك بره. قدها في المطعم اللي هتعزمني عليه. لا والله لا والله تعزمني على المطعم المصري. ماشي تمام. مطعم لا فرحات. ايوه عند فرحات يا سيدي. ده كفايه في يومك. ده كفايه فيونكا تقول ان الحواوشي هيبقى تمام. هعمل لكم حواوشي مصري. هو بالفيونكا؟ بالطعم وطريقه مصريه. تمام؟ وبرضه لو المصريين يا رب نتعشى يا رب وما نرموش. والله يا شيخ لو المصريين اتفرجوا، لو حد مصري اتفرج على الفيديو يقول رايه بصراحه. والله مش مشكلة. اجيب اكل من بره. لا مش هجيب اكل من بره. ليه يعني؟ لا في الاخر نفسي حلو يعني. يطلع حلوه يعني حتى لو حواوشي على طعم مغربي. في الاخر هاكله يعني. حواوشي طعمه مغربي. المهم الطعم يعني في الاخر. المهم اللي انا عايز اتعشى. تمام. طب دلوقتي عايزين نظبط الكاميرا على البتاع. دي سهله. يلا وريني يا ست الكل. تمام. مكونات عندنا نص كيلو لحمه مفرومه فيها دهن يعني زياده يعني فيها دهن. هنتكلم مصري. هنتكلم مصري. حواوشي مصري. نتكلم مصري شيء طبيعي. فيها دهن يعني فيها شحم. مش حمراء. شويه كده مغربي شويه مصري. نعلم شويه المصريين كلامنا. يعني اللحم فيها شويه دهن، اللحم فيها شويه شحم. اللحم فيها شويه شحم. اللحمة فيها شوية دهن. اوكي يعني 30% دهن كده عشان تبقى طعمها حلو. لو عندكم قولية تحطوها كمان. وفي المغرب بالنسبة لو عندكم الشحام ديال الكلاوي ممكن تحطوهم برضه. كويسين. بصل ثلاثة متوسطة. ثلاثة بصلات متوسطة يعني تقريبا نص كيلو كفتة تقريبا نص كيلو بصل. بالمعنى ده. مفروم صغير. قرنين فلفل حر مفروم. ممكن تستعملوا الحلو. قرنين فلفل دي مصري. ما انا بتكلم مصري. قرنين فلفل. طب عندكم بالمغربي قرنين فلفل بالمغربي؟ جوج مزيودات حرين. غالي بالمغربي. جوج مزيودات حرين. ايوه حرين. جوج فلفلات حرين. جوج فلفلات حرين. ملح. تقدروا تستعملوا فلفل حلو. اختياري بهاف وقت شي بالحارة. زيت. توابل. هما في توابل محشي بتتباع توابل محشي جاهزه. تمام. انا جبت لكم التوابل دي مفصصه. محشي ايه؟ انت محشي. محشي حواوشي. محشي كله محشي. محشي ازاي يعني؟ لا الحواوشي طبعا. لا زينب 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 الله يرحمك. واخ اخلص لو سمحتي. ماشي اخلص. هو التوابل في توابل الحواوشي بتبقى جاهزه بس انا دورت عليها ولقيتها اللي هي عندي هنا. بابريكا معلقه صغيره. بابريكا نص معلقه ثوم بودره. وعندي هنا نص معلقه كمون ونص معلقه. هذا بالنسبه لنص كيلو كفته. ونص معلقه كزبره ناشفه مطحونه وشويه برده نص معلقه جنزبيل قرفه بس راس قرفه شويه ربع معلقه قرفه. ودي بهارات مشكله. فلفل اسود طبعا. الشطه اختياري. بالنسبه للشطه اختياري. اهي التوابل اللي انا هحطها والملح طبعا. هكتبها في صندوق الوصف زي ما قلت. بالنسبه للمصريين هي في عندكم جاهزه بتتباع. بالنسبه اللي في المغرب هي دي التتبيله وهكتبها لكم. الخلطه اللي تعمل بيها. زادت حاجه نقصت حاجه ما ياثرش يعني. مثلا هذه البهارات السبعه بهارات مشكله دي بالنسبة للمغرب ممكن تستعملوا بهارات الكفتة. بهارات الكفتة الخاصة بالكفتة المشوية ممكن تستعملوها بدلها وخلاص يعني. تمام؟ مضايقاني أنا الفيونكا دي. دي لازم أشيلها دي. لا لا سيبيها حلوة الفيونكا. والله العظيم فيونكا جميلة والله. بسم الله. ممكن تجيب لي الجوانتي البلاستيك يا غالي؟ حاضر. بسم الله.
كله بسم الله. ابصل هي احط عليها اللحمه المفرومه او كفته. نسينا الحاجه المهمه، رغيف العيش، الرغيف المصري. الرغيف المصري هو المفروض كان يعني ايه ما يبقاش مستوي قوي، بس انا رحت لقيت الفرن. هو المفروض كان يجيب لي رغيف نص سوى عشان هو لسه هيخش الفرن، بس هو ما لقاش جه ده مستوي. بالنسبه لي في المغرب ممكن عارفين الخبز البطبوط او الخبز المقلي اللي كان عملوه كيجي رقيق وكيجي خاوي من داخل بحال هذا الشكل، تستعمله عادي لانه باقي غتكون برا. تمام، بحال هذا الشكل، هذا الخبز المقلي اللي كيكون رقيق وكيكون خاوي من داخل، يعني تدخلوا تعدلوه في الدار، خبيزه تعدلوه في الدار. فلفل، المذاق ديالو كيجي غزال الفلفل. ايوه كلمي مصري يعني، ما تتكلميش مغربي بقى خلاص، انت بتعملي اكل شويه كده شويه كده برضه المصريين يعرفوا كلامنا. لا هحط شويه زيت بس شويه، باقي هنخليها ندهن بيه فوق الرغيف، ونحط التوابل بتاعتنا، البهارات يا سيدي. ايوه حطيت انا بالشطه، بس هي شويه شطه يعني مش كتير، يعني هو يبقى بحرش كده بالشطه بس مش انه قوي يعني ما تقدرش تاكلها. هخلط كل الكلام ده. حطيتي ملح؟ هنحط دلوقتي، كنا هننسى الملح يا جماعه. ايوه تقريبا معلقه صغيره مليانه، بيبقى الملح دايما حسب ذوق كل واحد. لا يبقى مظبوط يعني. ايوه البصل على قد ما تقدروا، فرموه ناعم. والله يا جماعه انا جاي من شغل تعبان وجعان وميت من الجوع، وهي عماله تقول لي نصور ومش عارف لازم الله. وفي الاخر انا عارف. لا ما شوف ما تقولش العيب، ما تطلعش العيب من بقك. لا انا بقول. انا لا لا ما طلعش العيب، انا عارف. عشان اقول لك على حاجه، انا لو دقت وطلع حلو اول مره هبيع الرغيف. اول مره من يوم ما اتجوزتك اعمل حواوشي. هبيع الرغيف انا لو طلع حلو هبيع، مفيش حد ياكل مجاني. اروح اعمل عربيه حواوشي عندك. لا انا هبيع لك انت. ماشي يا ست، انا ما انا هعزمك لو طلع مظبوط يعني، هعزمك في المطعم. وهعمل معاه ايه؟ شاي مغربي طبعا. اللحمه مفرومه واعملها. اولها اروح نقعد نوقع اللحمه، نوقع مش عارف ايه. اهي خلطه الكفته اهي، اللحمه المفرومه. بالنسبة لكمية الكفتة جوه الرغيف دي بتبقى حسب كل واحد، يعني عايزينها تخينة، عايزينها رفيعة، أنا بحاول إنها تبقى تخينة برضه. ناكل سندوتش كده محترم، صح؟ نعم. لا كتير أوي دي كتير دي؟ لا والله افرضي كتير، هنفرض ونشوف الكمية بتاعتها. طيب هنجيب الرغيف بتاعنا هنا. أيوه أنت جايبة المقص ليه بقى؟ أفتح الرغيف. ماشي الله يرحمك يا رب. كده سندوتش افتحها كمان شويه. ماشي حلوه اهو، صينيه الفرن قدامنا. تفرشوها، انا دي كويسه مش هفرشها، عايزين تفرشوها ورق الومنيوم ولا حلالي. ورق فويل ولا ورق طبخ عادي براحتكم. تمام هاخد كده حته وهنفرش جوه الرغيف. بالنسبه للسمك بتاعه دي بترجع لي بقى، عايزه الرغيف كده مليان مليان كده مليان كفته كده وبصل. شكلك هتكسبه عبي. شوف الشغل مش كده بتلبسنا؟ انا عارف ان انت عملت على طول كسبان بس كده على الرغيف. حلو والله مليان حلو. نحطه على الصينيه بتاعت الفرن. كينو اهو اهو حلو كده. ناخد برضو كمية حاجة كنت انا هادي هادي تبارك الله. شو معمرة الرغيف ايه بقى؟ ملي الرغيف الصراحة. مليان يعني الرغيف مليان مش معمر. ريحة لا 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 لسه دقنا. مفيش حاجة مجاني ولا مش الريحة. مفيش حاجة مجاني. هتدوق انت. شامم الريحه ولا مش شامم؟ لا شامم الريحه. ده هنحطه في صينيه لوحده عشان ده اللي فضل. ماشي يا جماعه احنا مش هنقعد ندهن الزيت والفرشايه والقصص دي،
احنا نشتغل شغل كده. شوف خد الزيت ده ودهن كده بايدي، صح يا غالي؟ ايدي احسن بلا فرشايه ولا لا؟ هيبقى كتير كده يعني. ده كتير؟ لا يعني اقلل الزيت؟ اقلل الزيت. اه ده ها عندي هنا ده. انا حطيت زيت زي كده اللي كان فيها الكفته، فيها الريحه التوابل فيها ليدان. شويه زيت ماشي بزاف. عايزه تاكل؟ انا اللي عايز اكل والله، انا اللي عايز اكل. خلاص كده هنعمل سلطه، تحط في الفرن وعلى الفور. حطينا الحواوشي في فرن، فرن عالي، وندوزو نعدلوا الطحينه. الطحينه انا هتكلم بالمغربي عشان دي المغاربه يفهموها بتتعمل ازاي. كنجيبوا هنا الطحينه، البنات راه كتباع، دابا انا شفتها في كارفور في المغرب كتباع. غادي نعملوا كميه اللي بغينا، راه بحال كنعملوا صلصه بحال مايونيز، غنعملوا عليها عصير نص حامضه او الخل، وغادي نعملوا فص ديال الثوم وشويه ديال الفول الاسود وشويه ديال الكمون، وكنخلطوا حنا كنخفوها بالماء حتى كتشوفوا اللون ديالها. شوف كيف كيرجع فاتح وكتخفف بالدرجه اللي نتوما باغيينها، الكثافه اللي باغيينها. وغنعمل شويه ديال الملح وكنستمر بالماء حتى كيرجع القوام اللي انا باغاه، بحال صلصه الكيتشوب او صلصه ديال المايونيز، وكتكون وجده سهله بزاف ولذيذه ومرافقه، كتجي غزاله مع جميع انواع ديال المشاوي، كتجي روعه. جربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. ها هو انا قلبت واحد، شفت حمرها حتى تحرمش، هقلبهم ممكن تولعوا عليه من فوق، بس انا قال ايه هو قال لي اللي بيهم احسن انا اقلبهم. اللي بيهم احسن سمعتوها؟ حرمش صراحه ده لسه شويه، صح؟ ده لسه شويه. حواوشي ديالنا ها هو الحواوشي بتاعنا بقى جاهز اهو. شوفوا معايا اللون والتحميره وكمان ما حرمش. شوفوا معايا ها والله كل ده محرمش. ها تسلم ايدك حبيبي. نقسم واحد نشوف. اسمع اسمع جوعت جوعت والله خلاص. صوت الحرمشة كنت بتقولي كفتة تخينة يا دوب. لا كفتة حلوة مستوية الكفتة اهي. اه والله مستوية وكل حاجة. خلاص يا ست كفتة. دوق دوق قول دوق قول. هاي طحينة سمعت انا الحرمشة من هنا. ادوق انا سامعين؟ سخن ها؟ لا قول الطعم. لا بجد للاسف هي كذبتني والله. للاسف والله للاسف. ماشي انا كده غرمت غدوه والله. طحينه شيء مغلي. لا نجينا شوية بس. نجينا شوية بس. صحة والراحة. ألف هنا وشفاء. زين. والله يا جماعة. زين بالنسبة للمغاربة. ولا أحسن واحدة مصرية والله. ها. حرمز حرمز. والله ولا أحسن واحدة مصرية. أنا مش عارف يعني. أنا طعم التتبيله والكلام ده. لا التتبيله الجنان والسوى. السوى معلمين. سوى معلمين. معلم والله معلمه والله. والله التتبيله نفتح محل هناك عند الهوتيل والله. بس خلل الله 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 المخلل كمان الطحينه وشاي مغربي ولا بيبسي ولا اللي انتوا عايزينه. ها بص 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 اسمع اسمع. خلاص يا ست كسبتيني خلاص والله والله كسبتيني. كسبت عزومة. عزومة انت هتاكل كم واحد؟ هتاكل كم واحد؟ تقريبا هشبع ده ونص واحد كمان هشبع. انا هاكل ثلاثة. هاكل ثلاثة صحة وهنا على القلب وانت والولاد اثنين.
رغيف النحال مش حلو قوي، طعمه حكاية مع الطحينة. شو تاكل يا زياد؟ حبايبي ديالي، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وكنا خفافين على قلبكم. الحواوشي المصري انا شاركته معكم الطريقه المصريه، نتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه كذلك، وان شاء الله انتم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. لاحبابي المصريين نتمنى الوصفه تكون كذلك عجبتهم، واتمنى كمان انه يدوني رايهم وتخلوا لي رايكم كمان في التعليق، وما تنسوش برضو تنوروني في القناه وتشتركوا وتفعلوا الجرس تتواصلوا معايا بكل الفيديوهات. ومع السلامه وشكرا على المشاهده.